السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام. اليوم لدينا كيفية وزن الشماغ. طبعا بعد ما توزن الشماغ ونتداخل بشكل كامل نبدأ برشه بالنشا حسب الطلب قليل أو كثير حسب رغبة الشخص، خاصة هنا بكل مرزام. تمام؟ بشكل كامل أو نرشه بالنشا بشكل كامل. تمام؟ أهم شيء في الوزنية الخلف، في بعض الشماغات يكون هناك فارق في الجوانب أو القصة مشتولة من عند المصنع. أهم شيء الوزنية في الخلف، إذا في شوية فارق في الجوانب ما في مشكلة. نمسك أولا من عند العلامة، بسام، دنهل، بصمة، ما يفير، أي نوع. تمام؟ العلامة في الخلف نمسك من عندها مع الطرف الآخر الذي مقابله. تمام؟ نوزن هذا الرأس المثلث، بعد كذا نمسك الطرف هذا بهذه الطريقة. تمام؟ ننفق بهذه الطريقة حتى يتزن معنا. تمام؟ طبعا هذه العلامة على الطرف. تبع هذه الطريقة أغلب الشماغ بشكل كامل من الطرف للطرف. إذا في مطبات أو بروز نوزعه بهذه الطريقة حتى يتساوى مع الشماغ. نمسك من الخلف ونشد قليلا بهذه الطريقة. تذكير أن الوزنية أهم شيء تكون في الخلف. نرش الشماغ قليل النشاء خاصة هنا في المقدمة عند المرزام. تمام؟ نمسك هذا الطرف مع هذا، نمشي الأطراف، وبعد ذلك نمسك في الخلف بهذه الطريقة. تمام؟ نضع على المكبس والعلامة، نشد قليلا برك. تأكد عدم وجود مطبات أو بروز. الآن أصبح الشماغ جاهز. تمام؟ ما تروا أمشي الوزنية في القلب، هذه العلامة. الآن أصبح الشماغ جاهز للبس. الآن كما ترون صار معنا الشماغ جاهزا. هذه الوزنية من الخلف.